صباح الخير عليكم، وازيكم عاملين ايه؟ ناس كتير قوي بتسألني ايه اللي ممكن نعمله يا كابتن عشان نتفادى الاصابات واحنا بنتمرن جوه الجيم. مبدئيا انت لازم يكون معاك مدرب متخصص. المدرب ده هو اللي حاطط لك التمرينه بتاعتك، وهو اللي محدد معاك الاوزان بتاعتك علشان ما يحصلش اي اصابات لو انت تقلت على نفسك بزياده وانت مش عارف اذا كان ده الوزن المناسب ولا لا. لازم تكون واكل قبل التمرينة بساعة ساعة ونص عشان ما تتفادى خالص ان انت يكون عندك هبوط في الضغط اللي بيسبب دوخة وممكن يسبب اصابة جوه الجيم. من ضمن الحاجات المهمة جدا ان انت لازم يكون جوه جدول تمرينك تمرينات بالمقاومة زي ما اتفقنا قبل كده لرفع الكتلة العضلية اللي بتحافظ على سلامة المفاصل وتحافظ على ان هي ما يحصلش في المفصل اي اصابات. كمان لازم تكون شارب مية بشكل كافي عشان تمد الجسم بالمغنيسيوم والصوديوم الكافيين عشان ما يحصلش كرامب مفاجئ يسبب لك اصابة تغلس عليك وتخليك مش عارف تتمرن. زود على الكلام ده كله بقى ان انا لازم اكون ماشي على منهج تدريبي زي ما اتفقنا، المدرب بتاعي هو اللي حاطته لي علشان ما مرنش عضلات اكتر من عضلات وتسبب لنفسي في اجهاد عضلي يسبب اصابات في العضلة وكمان في المفصل اللي العضلة بتحوطه. خلي بالكم من نفسكم وتمرنوا كويس وتمرنوا بمنهج سليم علشان ما يحصل لكوش بعد الشر اي اصابات. اشوفكم الحلقة الجاية. صباح الخير.